أم دينا. سلام عليكم يا أم دينا. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، اتفضلي. أيوة دكتورة، بقول لحضرتك أنا دلوقتي قدمت للحج كم مرة، في القرعة أه وقدمت في السياحة وقدمت في كل مكان، ونفسي حج، مش عارفة أي يعني أعمل إيه. طب هل ربنا كده يبقى مسامحني؟ أنا الحمد لله عايزة طبعا يا تأشيرة بأي حبيبتي. مبلغ، أنا عايزة تأشيرة بأي مبلغ وأنا مش عارفة. لا، هي العملية حاضر، أيوة يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك. انت دلوقتي نفسك تحجي وغير مستطيعة للحج مثلا، قد تكوني غير مستطيعة للحج وربنا بيمنع عنك الأذى او بيمنع عنك الابتلاء، لان كل شيء بمقدار، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى شرعه لوقته، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالخير منا. فربنا عارف انك انت نفسك جدا 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 ومؤجل لظروف هو اللي يعلمها. ربنا بيقول ايه؟ وأسروا قولكم، أسروا من الإصرار أو اجهروا به فإنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فربنا عارف جدا انت حتى سرك فين، وسرك عبارة عن ايه، وامنيتك ايه، وطلبك ايه من ربنا. بس ربنا بيمهل شوية، عشان لو كان في خير او لكان عالم الغيب والشهادة، فانت ان شاء الله ربنا هيكتبها لك بإذنه، بإذنه. ربنا بيقول وقدر فيها أقواتها، كل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين ممكن حضرتك يعني تعملي زي الحج بالظبط، صدقات. الصدقات والله يا جماعة، يعني احنا دلوقتي بنوصي للرايحين يحجوا بان هم يلتزموا بكذا وكذا وكذا وكذا. طب انا ربنا ما كتبليش الحج، اما لاني ما طلعتش في القرعة او لاني ما عنديش استطاعه، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اشوف عباده تحل محل الحج، وهي عباده الصدقات. دي على طول عباده ربنا سبحانه وتعالى بيعتبرها من الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.